طب في نفس الوقت ده بقى يلا نعمل الشربات بتاع الجنفة. الشربات اللي عملناه دلوقتي بيبقى وسط وبارد برضو. كل انواع الحلويات بتاخد شربات بارد، مفيش حاجه بتاخد شربات سخن، حتى البسبوسه ما بتاخدش شربات سخن. كل حاجه بتاخد شربات بارد، كله. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنحط السكر عندنا والميه. ده ينفع بقى للجلاش، ده ينفع للجلاش وينفع كمان للرموش والحبيبه والشكلمه. نحط الميه، بسم الله، نحط كوبايه ميه. ده بيبقى وسط بارد زي ما قلنا. شربات الكنافه بيكون تقيل وبارد، شربات الزيوت بيكون تقيل وبارد، شربات الجلاش والبقلاوه البيضه والرواني والحبيبه والرموش واي حاجه فيها شربات تاني بعيد عن البسبوسه وبعيد عن الكنافه، ده الشربات بتاعها. ينفع لحاجات كتير قوي. انا حطيت كوبايه ميه، هتاخد كوبايه ونص سكر. ليه؟ بيبقى الشربات بتاعه وسط، ولا خفيف ولا تقيل. التقيل قلنا بياخد كوبايه الميه كوبايتين وربع، ده للزيوت، اما للكنافه كوبايتين بس. اهو نحط كده كوبايه، كوبايه على طول، وهناخد نص كوبايه كمان. زي ما قلت لكم لازم الشربات يكون، ممكن بقى تعمليه من دلوقتي وتحطيه في بطرمانات في قلب التلاجة. ادي كده كوبايه وادي كده نص. ندوبهم برده ونسيبهم يغلوا براحتهم. بسم الله اهو. الجلاش والرموش، بصوا بقى الشربات لما برد شويه، لسه بقى لما يبرد هيتقل اكتر. بصوا لما يبرد هيتقل اكتر. نيجي بقى عند هنا الشربات ده، بصوا ده وسط ازاي، بصوا الفرق بين ده وبين ده اهو، شايفين؟ ده هيتقل، هيبرد هيتقل اكتر. ده كده بتاع الزيوت، وده ينفع بقى للجلاش للرموش الحاجات دي كلها. طب بتاع الكنافه بقى عباره عن كوبايه ميه اهي وكوبايتين سكر. الزيوت كوبايه ميه وكوبايتين وربع سكر. الكنافه كوبايه ميه وكوبايتين سكر، مفيش الربع ده اهو. حطيناهم كده نقلبهم، ومع اول غلوه هنرجع نحط عصره الليمونه. والقطايف عندي بتفاصل، القطايف لسه بتتقلي. وبصوا بقى شربات الكنافه بدا يغلي معانا، اديله عصره ليمونه اهو. كده شربات الكنافه خلص معانا، يغلي بالظبط 5 دقايق، وبعد ال5 دقايق ان شاء الله نطلعه. طيب ده شربات الجلاش، بصوا هتلاقوا اللون بتاع ده غير ده. بصوا الفرق بين بتاع البسبوسه وبين بتاع الجلاش، هتلاقوهم مختلفين. الغامق ده بتاع الجلاش عشان ده وسط، بيبقى ولا خفيف قوي ولا تقيل قوي، بيكون وسط اهو. ايوه كده. نحمر بقى القطايف، القطايف يا جماعه عشان تطلع معاك